مرحبا بكم. من بعض أساليب الاحتيال التي يستخدمها الخلقي لكسب الحشد الشعبي لنظرية الخلق ضد نظرية التطور هو تقديمه لها بأن النظرية، أي نظرية التطور، نظرية هزيلة من الناحية العلمية ولا يوجد عليها إثباتات أبداً. لكن الإثباتات والأدلة على الخلق لا شك أنها كثيرة. وبدلا من أن يعطيك هذه الإثباتات والأدلة أو أن يتبع المنهاج العلمي الصحيح ويقدم البديل عنها، تراه يرمي بوجهك مصطلح التصميم الذكي، ثم تراه يلعب دور الضحية المضطهدة من قبل المافيا العلمية العالمية التي تحارب كل مافريك، أي خارج من القطيع، يحاول دعم نظرية التصميم الذكي فيتم إقصاؤه. وطبعاً الأمثلة على ذلك عندهم الكثير من القصص والأنكدوتس للعلماء الشهيرين، أو كما يسميهم القنيبي بعلماء معارضين للخرافة، كانوا قد فقدوا مواقعهم في الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية لمجرد أنهم دحضوها. قصص شخصية شعبية مثلها مثل الفولكلور على أي حال، أي خليط من الحقيقة وبعض البهارات التي تؤجج مشاعر الناس. أحد القصص المتناقلة في مجتمع الخلقيين تقول أن عالم الفلك الجليل الكوبي الشهير باسم كويرمو غونزالوس قد تم فصله من جامعة أيوا. الجامعة قامت بشن الحرب عليه بسبب ميوله الأيديولوجية، أي بسبب كونه مؤمن، وأن قسم من المافيا العلمية الممثلة بالجامعة حاربت لأنه قدم أدلة دامغة على أن نظرية التصميم الذكي أفضل من نظرية التطور في تفسير التنوع للأحياء. هذه الأدلة طبعاً كانت في كتابه المسمى بالكوكب المميز The Privileged Planet. ولكن المافيا طبعاً التي حاربته فأجبرته على أن يقدم تعهد للجامعة بأنه لن يتطرق لموضوع التصميم الذكي، فقالت له المافيا أنها ستراقب سلوكه لتتأكد. عالم الفلك الدكتور غويليرمو غونزاليس، والذي كان يعمل في جامعة ولاية أيوا، والذي كان متميزاً ونشر في كبريات المجلات مثل نيتشر وساينس، ونشرت له أيضاً ساينتفك أمريكان، تجرأ يوماً وأصدر كتاباً بعنوان The Privileged Planet، الكوكب المميز، والذي يذكر فيه أن كوكب الأرض وجد بعناية وبقصد، فتم طرده من جامعة أيوا ستيت عام 2005، ووجه هذه النصيحة لمن يفكر في أن يتجرأ على التصريح بأن الكون وجد بعناية وقصد. If they value their careers, they should keep quiet about their intelligent design views. وبقي هذا الدكتور مطروداً من العمل الجامعي والبحث مدة 8 سنوات، لا تجرؤ جامعة على تعيينه، ثم قبل أخيراً في جامعة بول ستيت، فثارت ثائرة اللوبي الدارويني، لكن الدكتور غونزاليس تعهد بأنه لن يدرس التصميم الذكي في محاضراته، وأكدت الجامعة أنها ستقوم بمراقبة غونزاليس للتأكد من أنه لن يطرح هذا الموضوع مرة أخرى، كما في مجلة ساينس. يعني الرجل تاب يا جماعة، تاب ولن يقول مرة أخرى أن الكون وجد بعناية وقصد، لن يعارض القول بأنه كون جاء بالصدف العمياء بلا غاية ولا هدف ولا فعل فاعل. حسناً، واضح هنا أن القصة شخصية بين غونزاليس وجامعة أيوا، والأمور الشخصية توجد لها محاكم تحتكم لها، وحتماً أن هناك معلومات ناقصة لدينا في القضية، وخصوصاً إن كانت تصريح من طرف واحد، ولذا فحكمنا عليه لن يخلو من الانحياز. لكن مع ذلك لنرى ما لدينا من وجود أدلة على التصميم الذكي كما يزعمون. لكن قبل الدخول في ذلك نلاحظ شيء غريب في القصة. أولاً، غونزاليس وليس بعالم، وتخصصه في مجال الفلك، يعني وظيفته تتعلق بفيزياء الفضاء، فكيف ستقوم جامعة بطرده أو عدم تجديد عقده وهو لا ناقة له ولا جمل فيما يخص توجه الجامعة لنظرية التطور؟ وحتى على افتراض أنه قدم دراسة، فما قدمه من الأدلة في كتابه لابد أنها لا ترقى لتكون نظرية علمية أصلا، ولهذا السبب رفضها زملائه العلماء. فحتى الآن كل الأدلة التي قدمت لنظرية التصميم الذكي كانت سلطة من علوم وغيبيات، وهذان النقيضان لا يلتقيان.
خلط القوى الغيبية بالعلوم الفيزيائية والرياضيات وتغيير الاسم من الخلق إلى التصميم الذكي أو الخالقية لا يجعل منه علما. فهناك الكثير من هذه النوعية العلمية من الكتب لدى العامة المؤمنة، ولو تغيرت مسمياتها من خلق إلى تصميم ذكي أو حتى إلى طاقة. ولذا فأنا أتفهم موقف الجامعة إن كان هذا سبب إقصائها له، لكن لنرى القصة من وجهة نظر القنيبي الذي عندما قص علينا قصته قدمه لنا كعالم أراد إثبات وجود تصميم ذكي فتم إقصاؤه. لكن لنفرض ولنحسن النية، بما أن اسمه قد طرح عالم، فقام القنيبي بتبني ذلك ونقله. لا بأس، ببحث بسيط على الإنترنت نرى أن غونزالوس هو ليس عالم كما ذكرنا، بل حاصل على شهادة دكتوراه وعمل كمساعد بروفيسور ومحاضر في جامعة أيوا، وبعد انتهاء فترة عقده معها وأثناء تقييم تمديد فترته في الجامعة وقع 130 عضو في الكلية عريضة بعدم التمديد له باعتباره يحاول أن يخلط العلم بالدين ويسيس عمل البحث العلمي. كان تقييم الجامعة له أنه عضو كسول لم يقدم سوى طالب واحد أطروحة الدكتوراه تحت إشرافه، وإنتاجه العلمي خلال فترة خدمته اقتصر على كتاب الأرض الذي ذكرناه، والذي روج فيه لأفكار مصدرها أيديولوجي أو فرضيات ليست محل دعم واتفاق المجتمع العلمي، من مثل أن الأرض مصممة مثلاً بطريقة معينة لكي يتواجد عليها حياة، وأن موقعها مميز في الكون بحيث يسمع لها برصد كل الكون، وأن الكون خلق بتخطيط أن يوجد عليه وعي وذكاء ليمارس هذا الوعي عملية البحث العلمي. وبما أنه باحث فلابد أن وجوده هدف أيضاً لتنفيذ هذه الخطة العظيمة، يعني تماماً كما كان نيوتن يعتقد بأنه يد الله في الأرض. الجامعة لم ترى في هذا العمل إنتاج علمي، ولم يقدم خلاله حجة موضوعية علمية، بل فقط حجج وتصورات شخصية قام بربطها بكم من بيانات ومعادلات فيزيائية، يعني زود شوية بهارات. نتذكر في هذا الخصوص ما قاله السياسي الروماني شيشرون قبل 2000 عام بأن وجود المعادن في الأرض هي هبة إلهية مميزة اختص بها البشر كي يصنعوا المجوهرات. غونزالوس قدم نفس الفكرة مع فارق حشد قياسات وحسابات ومعادلات تيسرت له بسبب تقدم العلوم والتكنولوجيا في وقتنا الحاضر، فربطها جميعا بالغيبيات. الجامعة بالنهاية ذكرت أنها تحترم معتقد أعضائها الدينية، لكن تحثهم على التمييز بين العلم والدين وبين الممارسات البحثية الجيدة والممارسات البحثية السيئة، فالأول علم والثاني علم مزيف، والجامعات ذات السمعة العلمية المعتبرة تقدم علم وليس ادعاءات وخرافات، وإلا فهي ستفقد منزلتها العلمية بين المجتمع العلمي العالمي، وذلك لأنها ستكون قد أدخلت ما هو غير مادي في البحث العلمي، وبما أن غير المادي لا يقاس ولا يمكن تخطيئه فهو يخرج من نطاق الأبحاث العلمية. وطالما كانت الخلقية لا تساندها أدبيات علمية فستبقى ضمن إطار الغيبيات ولا تعتبر علم بل عقيدة. وفي هذا المجال التعليمي حتى الثانويات لا تقبلها، ولكم على ذلك مثال من محاكمة دوفر والتي رفع أهالي الطلبة فيها دعوى قضائية على أحد الثانويات لتدريسها التصميم الذكي فكسبوها، لأن الأخيرة أي التصميم الذكي كما ذكر القاضي ليست علم. فالمسألة بين ما هو علم وما هو ليست علم قد حسمت من أيام علماء علم الأبستمولوجيا
الإغريق. أما عن الادعاء بأن هناك مؤامرة كبرى وأن المجتمع العلمي تسيره انحيازات، فهذا الادعاء نكاد نسمعه كل يوم، وخصوصا من العلماء الذين لا يستطيعون التفرقة بين علومهم واعتقاداتهم الأيديولوجية، فتهوا عن الطريق فاحتضنتهم وساندتهم الجماعات التي يتحدثون بلسانهم. فما أفضل من استغلال بوق علمي يؤكد انحيازاتك الذاتية. وأفضل مثال على ذلك في وقتنا الحالي هي لجودي ميكوفيتش من جماعة من يسمون الأنتي فاكسرز، هذه العالمة التي صارت مثل نار على علم في تجمعات الأنتي فاكسرز لأنها تؤكد لهم احتيازاتهم الذاتية بأن التطعيم يسبب مرض التوحد، فتلقفوها واحتضنوها بعد أن سحب المجتمع العلمي الثقة منها. أما القصة الثانية من قصص ألف ليلة وليلة عند الخلقيين فهي للعالم جيمس تور. فتور دكتور في الكيمياء وهندسة النانو وعلوم الكمبيوتر، ويذكر القنيبي أن له 650 بحث وأكثر من 100 براءة اختراع. فعلينا أن نستنتج من هذا بأنه أكثر شخص ممكن أن يكون دليل على تحيز المجتمع العلمي لنظرية التطور لأن هذا قريب من تخصصه. وحسب بحث سريع على النت، تور يقول أنه لا يفهم التطور الماكروي وليس التطور المايكروي، يعني يعترف أن هناك تطور على المستوى البكتيري والفيروسي لكن ليس على مستوى الإنسان. يضيف تور بأنه يتحدى العلماء بأن يقولوا له كيف تركبت الجزيئيات الكيميائية في أصل الحياة أو من أين جاءت، ولم يتجرأ أحد بأن يقول لا أعرف. لاحظوا كيف تؤثر القصص الشخصية بنا وبانحيازاتنا. وعند مراجعة المراجع التي يشير إليها القنيبي ليتحدث عن القصة لم يخب ظننا، فجميع المراجع وغيرها منحازة دينيا وتتخذ العواطف سبيلا لتعزيز هذا الانحياز، وتستخدم تور كبوق لها. That's a little bit about Jesus, who is, as I understand, the star who lights the horizons in which you work. Well, he's everything to me. I love him more than anything else. Jesus is the one that I wake up in the morning and the first one to whom I speak. Jesus is the one that I bow my knee to first thing in the morning. And I spend my first couple of hours every morning with Jesus. He's wonderful to me. I mean, there's no comparison. Nothing else comes close to Jesus. He's the Son of God. He's the one who gave himself for me. Nobody's close. لاحظوا أيضا كيف بدأ القنيبي بنا في قصة المسيحي الفلكي غونزالوس المظلوم من قبل المافيا العلمية العالمية ليجعل ضالته في شخصية مسيحية أخرى تقوم بالتأكيد على وجود هذه المافيا، وكل القصتين anecdotes لا سبيل لتصديقهما، يعني الدليل على رواية من رواية أخرى. فتور في قصته لا يختلف عن أي عالم متدين حاول امتطاء عالمين لا يلتقيان، ومثله مثل غونزالوس يؤخذ منه فقط ما هو في ضمن تخصصه، ولا قيمة لمكانته العلمية عندما يطرح أفكار شخصية وخصوصا إن كانت خارج تخصصه. وأن ذكر كذلك للخلقيين فهم سيثورون بوجهك بأن تور عالم في الكيمياء الصناعية العضوية متخصص في تقنية النانو، وبالتأكيد هو أكثر علم بالكيمياء الحيوية من غيره. ومع أن الفرق كبير بين الاختصاصين، يعني الرجل لازال يخوض خارج اختصاصه، لكن حتى على افتراض أن ذلك في صميم تخصصه وهو يرفضه فسيضر رأي فردي ليس عليه اتفاق عام بين العلماء في التخصص الواحد. وما نسميه إجماعا لا يعني مافيا علمية،
ولا يعني أن يجتمع رهط من القوم ويأخذ برأي الأغلبية كما يفعل كهان الأديان، بل يعني أن الكل سيراجع الأدلة على الادعاء وطريقة الحصول عليها وصحة الاستنتاجات التي توصل إليها كل من لديه فكرة علمية، ولن يتم التماس سلطة الشخص مهما على وزنه في المجال العلمي. وحتى عندما يقول تور لا أفهم كيف يحدث النشوء على المستوى الجزيئي، فهذا ليس نقد علمي لنظرية التطور، بل موضوع بحث مستقل عنه. وهذا الموضوع يوجد فيه عشرات من الفرضيات العلمية، ربما أكثرها رجحان اليوم هي فرضية التولد التلقائي أبيوجينيسيس، والبحث العلمي في هذا المجال قطع شوط بعيد ولا زال مستمر. لكن ما نتوقع من شخصية علمية كتور أن يدرك هذا الفرق الذي يعرفه طلبة بمستوى الإعدادية اليوم، وهو أن نظرية التطور تفسر التنوع في الكائنات الحية ولا دخل لها أصلاً بمسألة نشوء الحياة. وإلى أن يتم الحصول على النظرية الموثقة بالأدلة، فلا أحد يعلم كيف يحدث النشوء على المستوى الجزيئي. وقبل أن نقلب الصفحة في هذه القصة، نريد أن ننوه أن العلماء لا يحتاجون أصلاً إلى تحدي لكي يقولوا لا نعرف، فلا أحد يملك علم اليقين، وخصوصاً إن كان في الأبحاث التي لا زالت على النار ولم تنتهي إلى نتيجة متفق عليها بالإجماع العلمي. وحدهم المؤمنون هم الذين يدعون امتلاك الحقيقة وامتلاك العلم اليقين دون تكليف حتى أنفسهم من الأتيان بالأدلة. وكذلك يبدو لي غريبا أن يقول تور هذا الكلام، فمن يعمل في هذه الأوساط يعرف أنه كلما زاد تخصص الفرد كلما قلت فتاواه وتنبؤاته، فرغبة المتخصصين في عدم إعطاء المعلومة الخاطئة يجعلهم أكثر دقة في انتقاء كلماتهم. وكلمة لا أعرف ليس شيئا مهينا بين العلماء، بل العكس هو حميد، لأنه يدعو إلى أبحاث واكتشافات جديدة. فالمتخصص قد يقول لك أعتقد أنه كذا كذا بما يخص المسألة ألف، لكن ما يخص المسألة باء فلست متأكد، وأعتقد أنه مجال مثير للبحث ولزيادة البحوث العلمية فيه. فالعلم يتسم بالتواضع أمام الكم الهائل من العلوم التي لا نزال لا نعرف الكثير عنها، وأمها بالطبع أسرار أصل الحياة. وهذا التواضع واضح في أغلب الكتب الجامعية التي تملأ مكتباتنا وتقر بمحدودية معارفنا، وهذا اقتباس لأحد منها. فلنرى على سبيل المثال ماذا تقول هذه الفقرة التي جاءت بعد شرح كل الاكتشافات الحديثة المتصلة بأصل الحياة. تقول الترجمة: نحن لا نعلم بصورة مؤكدة هوية أول جزيء ذاتي النسخ أو من أين جاءت أحجار بناؤه، لكن المتخصصين في علم الكيمياء ما قبل الحيوي يتقدمون بصورة متسارعة للحصول على إجابات معقولة. مشكلة تور وأمثاله من العلماء أنهم ينحون منحى خاطئ لحل التعارض بين نصوص أديانهم واكتشافات العلم الحديث، فيجنح إلى رفض حقيقة علمية فقط لأنها تتعارض مع دينه، بينما هناك الكثير من علماء التطور المتدينين من مثل كينيث ميلر مثلا، كاتب الكثير من كتب الأحياء الثانوية الخاصة بالمناهج الثانوية العامة بأمريكا، وهو عرف بدفاعه الشرس عن النظرية وكان شاهد اختصاصي في محاكمة دوفر الشهيرة. مع ذلك لا ينكر أنه كاثوليكي ملتزم، بل أنه ومنذ 1950 قال باب الفاتيكان وقتها بوب بيوس الثاني عشر بأنه لا يوجد اختلاف بين المسيحية ونظرية التطور، بغض النظر طبعا عن اعتباره أن النظرية ذات الله في خلق الإنسان. هناك نقطة أخرى لابد أنها غابت عن ذهن القنيبي في خضم محاولاته لتقديم الأدلة على صدق كلماته، فهو عندما قدم هاتين القصتين بهذا الترتيب ليؤكد أحداهما الأخرى، وهي أنه وقع في تناقض شديد. فأينما يدعيه بأن كل من يرفض التطور يتم اضطهاده لأن هناك تآمر على المتدينين في الوسط العلمي، لماذا نرى تور على رأس عمله ويملك الحرية بإلقاء خطاباته وفكره وعلمه في كل مكان؟ بل هو بذاته يذكر أنه قائم على عمله، لأنه عندما يتعلق الأمر باختصاصه فهو يلتزم بالمنهج العلمي ولا يختلط الأمور ببعضها.
نفس الغرابة نشعر بها ونحن نشاهد القنيبي يخرج على أتباعه متباهياً أنه مشارك في أعمال علمية منشورة في دوريات عالمية. وهنا يخطر على بالنا هذا السؤال: لماذا نشرت لك تلك المقالات العلمية ولم تتعرض شخصياً للإقصاء والمحاربة والتنكيل؟ هذا رغم أن توجهك الأيديولوجي المتطرف يكاد يكون أوضح ملامح شخصيتك. ولنا تعليق في هذه المناسبة لمتابعيه: ليس كل من وضع حرف الدال أمام اسمه صار عالما في كل شيء، بل ليس حتى عالما في المجال الذي حصل فيه على درجة الدكتوراه. فالدكتور وخصوصا في المجالات العلمية يحتاج أن يجدد نفسه، يحتاج إلى أبديت مثله مثل الكمبيوتر، وإلا فسيصدأ. والأبديت الذي يحتاجه المتخصص هو بعدد الأبحاث والكتب تجهى بعد التخرج. وإذا أردنا أن نعمل مقارنة على عجالة بين القنيبي وجدوى أبحاثه مع بعض من كبار من يهاجمهم، نرى ما يلي: القنيبي حاصل على شهادة الدكتوراه حسب زعمه طبعاً في الصيدلية من جامعة هيوستن، والجامعة التي يعمل فيها هي جامعة أهلية خاصة تحمل الترتيب 7074 عالمياً، أي مع أن مجاله التخصصي ليس البيولوجيا، لكن التطور هو أحد أساسيات علوم الصيدلة، فكيف لم يدرسها وجامعة هيوستن بالإضافة إلى كبار جامعات من مثل ستانفورد وأوكسفورد وكامبريدج وبرينستون وهارفارد؟ يدخل التطور في المقرر الدراسي الأساسي لبعض المجالات فيها، ألا يبدو الأمر غريباً بعض الشيء؟ أما الأبحاث الذي يملأ بها صفحته فعدا عن بحثين تظهر أغلبها بأنه باحث مشارك فيها وليس الباحث الرئيسي، أي هو من يعطيه الباحث الرئيسي دور ثانوي للقيام بمهمة جزئية من البحث، لذلك ينشر اسمه عادة بعد اسم الباحث الرئيسي. هذا أولاً. ثانياً، هذه الأبحاث لم تظهر أن القنيبي اتبع أو أقنع الباحثين الرئيسيين باتباع منهجه العلمي الجديد، منهج الخالقية، أي لم نرى في مصادر البحوث تلك استشهاد بحديث منقول عن أبو هريرة مثلاً. وهنا يطرح السؤال الآتي نفسه على الساحة: لمن إذن صنع هذا المنهج إذا كان صاحبه يستعر منه ولا يتجرأ على أتباعه؟ أما ثالثاً، فأغلب هذه الأبحاث وباستثناء المنشور منها في دورية NCBI منشورة في دوريات متواضعة، ومجموع الاستشهادات أي الcitation لجميع هذه البحوث التي شارك بها وعددها 13271 فقط، وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع ما حققه 3 أسماء علمية استهزأ بهم القنيبي في سلسلته وصورهم كدجلة مخرفين من مثل ريتشارد دوكنز الذي له 65 بحث أغلبها هو فيها الباحث الرئيسي وعليها 2704 citations، وكذلك لورنس كراوس والذي له 237 بحث وعليها استشهادات بعدد 7306 في أهم الأعمال العلمية في مجاله. ولا ننسى بالطبع الراحل ستيفن هوكينغ الذي له 163 بحث غيرت من وجه تخصصه العلمي وعليها 42937 استشهاد، ثم يدعي أنه شارك في تصحيح أهم كتاب في علم الصيدلة طبعة حديثة من كتاب فارماكولوجي، ويعتبر ذلك طبعا سبق أسطوري في ميدان العلم، لنجد إلى جانب اسمه اسم ممرضة قامت هي أيضا بعمل التصحيح. وعندما بحثنا عن ما قام بتصحيحه عثرنا على شيء طريف في الصفحة 1035: Acquired antibiotics resistance requires the temporary or permanent gain or alteration of bacterial genetic information. Resistance develops due to the ability of DNA to undergo spontaneous mutation or to move from one organism to another. أي أن المقاومة المكتسبة للمضادات الحيوية تتطلب أو تحصل عند اكتساب مؤقت أو دائم أو تعديل المعلومات الجينية للبكتيريا. هذه المقاومة تتطور بسبب قدرة الـ DNA أن تخضع لتكيفات تلقائية أو أن تتحرك من كائن حي إلى آخر.
عجيب أمر القنيبي، أليس هو من يرفض التطور المبني على الطفرات والتكيفات مع البيئة الجديدة؟ ويقول لأتباعه في خاتمة سلسلته لا تتحدثوا عن تكيفات، فهذا مفهوم خبيث يحاول إنكار وجود تخطيط مسبق لخالق عليم حكيم. فلماذا يا ترى لم يلاحظ بأن الفقرة السابقة حسب ادعاءاته الدائمة غير صحيحة؟ حسب علمنا هو ترك هذه المسألة الجوهرية وانشغل فقط بتحديد مصطلح كلمتين في الكتاب، ولا أعتقد بأنه يوجد داع للخوض لمعزوفة براءة اختراعاته التي يدعيها، لأننا بالتأكيد سنصل إلى نتيجة مختلفة لمعنى هذه الكلمة في عالمنا العربي الذي أصبح فيه صانع جهاز الكفتة مخترع لجهاز يعالج السرطان والإيدز. قصة فلكلورية أخرى من قصص الخلقيين العجيبة كانت لشخص اسمه مايكل كريمو، الذي يوصفه القنيبي بأنه الباحث في علم طبقات الأرض. وعندما تفتح صفحته التي يضع القنيبي رابطا لها ويظهرها خلفه بالفيديو، تكتشف أن مؤهلاته هي الثانوية العامة. نعم سمعتها صحيح، هي الثانوية العامة، لكن عندما تستمع له تتأكد أن لديه تخصص في العلوم الزائفة. فهذا الشخص كان قد اعتنق الهندوسية في رحلة له إلى الهند بعد أن ترك الدراسة الجامعية، وهذا لا غبار عليه، فكل شخص حر بدينه أو بتغيير دينه. لكن أن يقول أنه التمس العلم على طريقة بوذا في الترحال وفي دراسة كتب السانسكريت القديمة والكتابة في الروحانيات، فهنا يجب أن نتوقف. فإن أحسننا الظن بعلومه فأكثر ما يمكن أن يوصف به هو أنه فيلسوف وليس عالم ولا باحث في علوم. فأغلب المعلومات عنه في صفحته تتحدث عن جولاته في أوروبا وضياعه وكيف وجد حقيقة نفسه أخيراً في الهند والهندوسية. ولا أحتاج أن أذكركم بالكم الهائل لهؤلاء الذين لديهم شعبية لدى العامة وخصوصاً بأمريكا، فيكفي أن أنوه أن أكبر من يدعمهم هي أوبرا وينفري في برنامجها الشعبوي الذي يشاهده الملايين من الأمريكان، ومتابعيه ومسانديه ليسوا إلا أصحاب دين نيو إيج ريليجن، والذي ما هو إلا فلسفات شرقية تحت مظلة دين غربي جديد. وممكن إذا تتبعت أخباره اليوم تجده نجما من نجوم توك شوز يتحدث عن الطاقة الكونية وقوة الجذب والتصميم وأي علوم زائفة أخرى، مثله مثل المحتال ديباك تشوبرا. ومع ذلك يقبل منه القنيبي المعلومات الفلكلورية التي يدعي أنه اتبع النهج العلمي في جمعها، لا لشيء، فقط لأن الأخير يغذي الانحياز التوكيدي عند الأول. هذه المعلومات قدمها في مجموعة من الفيديوهات والتي جعلته يشكك كما يقول في عمر الإنسان حسب ما تم تقديره من علم التطور، ويرجح أنها أقرب لما هو موجود في الكتابات الهندية القديمة وخصوصا برانوس التاريخية. الجيد هنا أن القنيبي قد توقف أخيرا عن التطبيل لأتباع الثالوث الأعوج من المتدينين المسيحيين، وأعجب هذه المرة بمتدين هندوسي أو نيو إيجر. وبدون أن ندخل في كم من هائل من المغالطات والإدعاءات المضحكة التي يكرها كرا، وذلك لأننا لن ننتهي، فدعونا نرى كيف توصل كريمو لهذا الاستنتاج. يقول صاحبنا بأن أول تصور عن عمر الأرض والطبقات الجيولوجية كان قد حدد بهذا الكتاب ليكون حوالي 6000 سنة، وهو لا يختلف عن البايبليين أو الذين يدرسون الإنجيل ويتوقعون أن العمر أقل من 6000 سنة، وهذا بالطبع يخالف ما قدروه علماء الجيولوجيا والبيولوجيا وعلم فيزياء الفضاء باستخدام أساليب ووسائل علمية مختلفة ليصلوا إلى 4.5 مليار سنة. وبدل من أن يشرح لنا كيف توصل إلى هذا الاكتشاف العلمي الباهر، يقوم كريمو بتصغير جهود العلماء وقوله أنهم يعتمدون فقط على التخمينات لأنه ينقصهم أدوات القياس العلمية. وطبعا هذا الكلام غير صحيح.
فوسائل القياس العلمية كانت دائماً متوفرة للعلماء في مجال الأحافير وغيرها من المجالات المتعلقة بها من مثل ما ذكر أعلاه. وطبيعي أن تكون هذه القياسات في البداية بدائية تعطي نتائج تقريبية تعتمد على المواقع النسبية لطبقات الصخور والأحافير وتقدير عمر الطبقات استناداً إلى دراسة تغير المناخ مثلاً، التعرية، الترسيب وتحجر الصخور إلى آخره، لكنها تطورت مع الزمن لتصحح بعض التقديرات وتؤكد الأخرى. راديو أكتيف ديتينج لمعرفة عمر المواد، وهذه تعتبر أحد الطرق العديدة من الساعات الجيولوجية الطبيعية. فالساعات الإشعاعية تستخدم لحساب تواريخ الصخور البركانية الإشعاعية، وذلك لسهولة تقدير أعمارها. فهذه الصخور تتحول ذراتها وبصورة زمنية ثابتة لكل منها إلى ذرات تلك المواد القريبة منها في الجدول الذري، يعني الزمن بين كل واحد منهم نحن نعرفه. وعند أخذ عينة من هذه الصخور إلى المختبر يتم حساب نسبة المواد المتقاربة على الجدول الذري لمعرفة عمرها الزمني منذ أن بدأت بالتصلب بعد خروجها بصورة لافا من باطن البركان، وهكذا يقدرون عمر الطبقات إلى 1% من الخط. ثم هناك الساعات الطبيعية الأخرى من مثل حساب حلقات السنين في جذع الشجرة، فالشجرة تكون معرضة لتغييرات الأحوال الجوية وبالتالي يحدث تغيير في قشرتها الخارجية في كل فصل، بل ومن سنة إلى أخرى حسب السنوات الممطرة وسنوات الجفاف. ويشبه ذلك أيضا الحلقات المرجانية التي تتكون سنويا ويستخدمونها في تقدير العمر الزمني للبراكين القديمة، ونفس العملية مع الترسبات في البحيرات الجيولوجية من سنة إلى سنة أخرى. وكذلك تستخدم الساعات الكربونية، وهذه خاصة بتقدير عمر الأحافير في كل طبقة، فكل الأحياء بما فيها النبات والحيوان يدخل الكربون في تركيبها بنسب معينة بين نوعين، منها ما هو كربون 12 وكربون 14. وعندما يموت الكائن الحي تختلف هذه النسب، ومن ذلك الاختلاف ممكن تقدير ساعة موته وبالتالي تقدير الحقبة التي عاش بها الكائن الحي. وما ذكرته أنا في هذه العجالة إنما هو جزء قليل مما هو متوفر في الطبيعة. وكما يقول ريتشارد دوكنز في كتابه أعظم مسرحية على وجه الأرض، وجود هذا الكم من الساعات في الطبيعة في الواقع هو من حسن حظنا، هل تتبارك الطبيعة التي زودتنا بأصناف واسعة من الساعات التي نحتاجها، والأكثر من ذلك أن حساسية مدى كل منها متداخلة مع الآخر، وهذا يسمح لنا أن نستخدم الواحدة منها للتدقيق على الأخرى. بمعنى أن عملية تقدير عمر الأرض والطبقات ليس عملية حدسية أو تخمينية وحسب، بل عملية قياسية تعتمد على الحساب والتدقيق المستمر. وأعتقد أنه قد بانت لنا الصورة واضحة الآن، ولا نحتاج أن نضيع وقتا أكبر مع السحرة. لكن الخلاصة التي نصل إليها في الحلقة هي رسالة إلى القنيبي، والرسالة هي أن يكف بالنبش عن الحالات الشاذة بين العلماء والسحرة، فهؤلاء لا يقدمون علما، بل في أحسن الأحوال يقدمون علما مزيفا. وعند النظر إلى أي مسألة بحثية عليك أن تضع كل الأدب البحثي في نفس السياق، وليس فقط الاعتماد على الدراسة الفردية. ورسالة أخرى لمتابعي، رجاء شغلوا آليات التفكير النقدي لديكم، وتأكدوا من كل ما يقوله القنيبي بالبحث بكل معلومة يرددها، والبحث عما يناقضها بنفس الهمة والإصرار، وذلك حتى لا تقعوا ضحايا محتال مثله أو مثل كريمو. ودمتم.